على بركة الله نتحول إلى الجزء الثاني من المحاضرة. محاضرتنا اليوم هي يوم 19/1/22، المحاضرة الثانية الميكانيكي الهندسي المرحلة الأولى. هذا بس مجرد حتى أنت من تفتح الفيديو تعرف شنو اللي يصير، وأيضا راح أنا أكتب عنوان واضح للمحاضرة، محاضرة الميكانيكي الهندسي المرحلة الأولى، المحاضرة الثانية الجزء الثاني، حتى تقدر توصل لها باليوتيوب بسهولة. اوكي، اذا عندكم جروب اخر مال تليجرام بس بلغ الطلاب ينضمون للجروب. اوكي اوكي دكتور. تمام، خلينا نستمر. شوفوا هذا مثال اخر اللي هو مثال رقم 3، يريد من عندك طبعا راح انطي المختصر. ايفالويت ايتش اوف ذا فولوينج، يعني حاول انه تحسب او ترتب الرقم and express with SI unit having an appropriate prefix. يعني الرقم اللي عندك اللي نعطيك اياها الارقام التاليه A B C، اذا تلاحظ شكلها عندك 50 متر بالنيوتن مضروب في 6. بس المايك منو مشغل المايك؟ لا بس المايك دي. نعم هذا شلون؟ المايك الناس ما تقدر تسمع. تحكي وياي علي؟ اي نعم استاذ، اقول بس خلص المايك ما جاي نسمع. اي بدي انا يعني، لا بس بلغته مسدد. طارق كان طارق امير مشغل المايك طفاه، ما كان منتبه عليه احتمال. استاذ فلاز احمد، كم طالب عندك مشترك؟ طلاب اللي عندي اياهم 70 الان. استاذ احنا ترى 130 طالب، يعني كلش قبل شوي بالمحاضره اللي راسلوني. ايش اسوي لهم انا امير؟ انا منطي كلاس روم ومنطي تليجرام. يلا على اليوتيوب استاذ يشوفوه احسن. ايش اسوي له عاد؟ لا امير، هو مو ايش تسوي، تتبلغوهم، لازم تبلغوهم، لان اليوم انا راح ارفع موقف بالحضور، راح ادزكم استماره تمنون الحضور. اذا 130 وحاضرين 70 او 73 لحد الان، يعني اكو فد خلل بالموضوع. لازم الطالب يحضر لان قام عليه تقييم، كله عليه تقييم. استاذ مو اكو بعدهم ما استلموا الايميل الجامعي. اي بس مو 130، ايش قد ما مستلمين يعني على الحكي؟ على الحكي ما مستلمين بال 50، اكثر من 50 طالب ما مستلم. هذا العدد كبير. لا فيهم تقريبا 10 طلاب. بلي اعرف، انا اعرف هذا الشيء. اي الطلاب اللي ما حاصلين الايميل بعدهم ويقدر يلتحق بينا، انا دا انطي ادمت منه. تعرف شلون؟ يلتحق بينا بجوجل ميت، وعندي انا الرابط مال يوتيوب، يقدر يرتب حاله لحين ما يحصل على ايميل وينضم لنا بجوجل كلاس روم. بلغوهم وان شاء الله ينضمون للمحاضره القادمه. المثال الثالث ب 3 افرع، فرع اي، فرع بي، فرع سي. يتبادر للذهن للوهله الاولى شنو الهدف من هذا المثال؟ الهدف من هذا المثال احنا نعلمك من تريد تجي تحل تحاول ترتب الوحدات. يعني مثلا هنا عندي 50 متر بالنيوتن، عندي 6 جيجا نيوتن. شوف الوحدات مو نسميها مو كونسيستنت، يعني ما متوالمه، يعني عندي نيوتن وعندي جيجا نيوتن، فهذني لازم شو اسوي؟ احاول لو كنا نسوين نيوتن لو كنا نسوين جيجا نيوتن. وهنا نفس الشيء، شوف هنا عندك الوحدات، طبعا احنا الوحدات حتى تكون متناسقه، مثلا هسه عندي هنا ملي متر وعندي ميجا نيوتن. هسه لو متر نيوتن هم تمشي الحال، بس عندي هنا مختلفه وهنا مختلفه، فنحاول نسوي الوحدات مالتنا بشكل يعني متناسق. يعني هنا شوف 45 متر نيوتن تو باور 3 مقسوم على 900 جيجا جرام، يعني لا هي كيلو جرام. وهنا اوكي نيوتن ما عندنا مشكله، فش نسوي؟ نحاول دائما نشوف فيرست كونفيرت ايش نمبر تو بيس يونت، يعني الوحدات الاساسيه، يعني حاول تحول كل رقم الى وحده الى ما يقابله من الوحدات الاساسيه. بيرفورم ذا انديكيتد اوبريشن اند ذن تشوز ابروبريت بريفكس، يعني اول شيء حولهم وبعدين اختار البريفكس المناسب. راح اقول لك شنو البريفكس بالنهايه، نهايه حل الفرع الاول. شوف البارت اي مثل ما قلنا 50 متر نيوتن في 6 شنو؟ جيجا، العفو 6 جيجا متر.
ايش نسوي؟ نروح على اليمن. طبعا هنا أنا مو متر، العفو اسف، هذا 50 ملي نيوتن. صار ملي نيوتن حتى تصير 10 اي سالب 3. اي ملي نيوتن، حتى انا صراحه اشتبهت به. 50 ملي نيوتن في 6 جيجا متر. ايش نسوي؟ شوف، اول شيء 50 ملي نيوتن شو نحولها لنيوتن؟ نضرب فيه ايش قد؟ في 10 اس ناقص ايش قد؟ 3، حتى احول من الملي نيوتن اما للنيوتن. تمام؟ وبعدها عندي 6. نعم، اكو سؤال؟ صار مو المفروض 6 جيجا نيوتن، لان هو معوض هنا بالنيوتن لا، اذا 6 تلاحظ، 6 جيجا اعتقد متر مو وهنا نيوتن. صار منطقي قيمتها بالنيوتن، 6 في 10 اس 9 نيوتن. صح، هذا عدلوها، ممتاز على الملاحظة، صحيح. اي صح، اكو خطأ هنا، شوفوا هنا نيوتن، رجاء طلاب عدلوها. يعني صراحة هذا يعني خطأ مطبعي. شوف طلاب، بس وياي البارت الأول 50 ملي نيوتن مضروبة في 6 جيجا نيوتن، فإحنا ال 50 ضربناها في 10 أس ناقص 3 شو تحولت من النيوتن، وال 6 جيجا نيوتن شو تصير؟ نعم، من سأل؟ شو يعني يسأل وصوته يروح؟ ما أعرف شنو السبب. يعني النت لما ضعيف استاذ. أعرف، إي أعرف. أوكي، 6 جيجا نيوتن شو نسوي؟ 6 الجيجا ايش قد؟ 10 اس 10 اس 9، دير بالك الجيجا، ماشي؟ ما قلنا نانو، لا قلنا جيجا نيوتن. فمباشرة ايش طلع عندي؟ عندي 6 في 50 طلع 300 في 10 اس 6. ليش؟ لان انا عندي هنا 9 زائد، عند وهنا الضرب ناقص تجمع 9، الأسس. بالضبط عند الضرب تجمع الاسس، فطلع عندي 10 اس ايش قد؟ 6. ممتاز. هنا ايش بقى عندك انت؟ بقى الخيار الك. طبعا شوف، انتبه هنا، نيوتن بالنيوتن يصير نيوتن تربيع. اوكي؟ زين. هنا خيار الك، تريد تبقيه مثل ما هو وتقول على سبيل المثال 300 ميجا نيوتن، او تحول تحويل اخر ثاني مره اخرى، تقسم هذا الجزء على اليمن او تضربه في 10 اس قد؟ اس ناقص 6، لان هنا سوينا، احنا قسمنا على 10 اس 6، فايش يتحول؟ يتحول هذا الى شنو؟ الى 300 كيلو نيوتن تربيع. فهمت شلون؟ يعني دكتور عادي نبقي بدون ما نحوله؟ تقدر تبقيه وتقدر تحوله، الخيار عائد لك. بس هاي التحويل هاي التحويله ليش احنا صارت شوفوا هنا ليش صارت مرتين على 10 اس 3؟ مرتين على 10 اس 3 لان هاي نيوتن تربيع. فهذا شوف هسه انا ايش اقدر اكتبه؟ هذا اقدر اكتبه 300 ميجا نيوتن تربيع. انا اريد اخليه ابروبريت بريفكس. الابروبريت بريفكس شنو معناته؟ معناته تخليه الرقم برموز، او احنا شو نسميه، بوحدات مناسبه، ابروبريت مناسبه. فبدل تقدر تخليه 300 ميجا نيوتن تربيع، او تقدر تخليه 300 كيلو نيوتن تربيع. اذا استخدمت، اذا حولت لي كيلو راح اقسم، اذا بس عندي نيوتن مو تربيع راح اقسم على 10 اس 3 او اضرب في 10 اس ناقص 3. بما انه عندي تربيع فاحتاج شنو؟ احتاج الى 10 اس 3 مرتين حتى شو يصير هذا؟ صحيح؟ اي صار واضح، حتى يصير كيلو. طيب يعني هذا ما احول، نعم هذه ما احول نخليها 300، تقدر تبقيها ماكو مشكله، وصحيحه اثنيناتهم صح. بس هو اللي يقول لك ابروبريت، هذا مو قلت لكم انا، بس مجرد تهيئ لك. مشكله انا الله يسلمك. هو احنا هسه حاليا نحاول نرتب المعلومات قبل ما ندخل بصلب الموضوع. لحد الان احنا ما داخلين بصلب الموضوع اللي هو الميكانيك لسه صراحه، هذا تايم كونسيومينج، وقت يروح، بس احنا يعني لازم نمر عليها. وما انا صراحه راح احاول شويه اسرع، ما اريد اقضي بعد وقت اكثر بالوحدات، تحويل الوحدات. زين يعني تقدر انت يعني مجرد بس تقراها راح تفهم. شوف هنا عندي 400 ملي متر مضروب في من؟ في 0.6 ميجا نيوتن، وكله تربيع، انتبه على التربيع دير بالك. فاحنا اعتيادي الملي متر ما راح نبقيه،
حول الى متر، فال400 من حول المليم الى المتر اقسم على 10 اس 3 او اضرب في 10 اس ناقص 3 نفس الشيء، يصير عندي 300 في 10 اس ناقص 3 بعدين اجيب بين قوسين 0.6 ميجا نيوتن، الميجا بدي احولها الى ملي نيوتن، الميجا ينضرب في 10 اس 6 وكله تربيع، دير بالك انتبه. زين استاذ شلون صارت 300؟ استاذ ال 400 شلون صارت 300؟ اعتقد غلط مطبع ايضا اخر، عدلوه طلاب كل زين، بس خلي اشوف هنا موجود شنو 300 400 اي 400 طلاب عدلوه، هذا هذا اعتقد خطا مطبعي، اما تخلوه على 300 خلوه على 300 فوق. اوكي استاذ شكرا. عفوا بس ثواني ثواني، بارت بي احنا اي طلاب حولوه على 300، حولوه هنا اشوف هاي هنا 300 تصير، بس كفولي خلي اشوف شنو اي اوكي صح ما في مشكله، لا هنا صير 300 وهنا صير 300 اوكي حولوها اوكي استاذ اوكي واضح تمام زين. هسه 300 بقت نفسها 10 اس ناقص 3 حولنا من المليم المن للمتر 0.6 تنضرب طبعا ميجا متر تنضرب في 10 اس 6 لانه الميجا هي 10 اس 6 طبعا دير بالك كله بين قوسين شو يصير 0.6 تربيع يعني 6 في 6 36 0.36 وعندك عند الرفع تجم عند عند الرفع تنضرب الاسس لان رفعت هنا يعني هذا اس 6 في 2 12 فيصير 10 اس 12 فاي نيوتن تربيع تبقى نفسها. بس شو صار عندي؟ صار عندي نيوتن تربيع بمتر، صار الوحدات متناسقه. هنا عندي 10 اس ناقص 3 و10 اس 12 عند عند الضرب تجمع الاسس مثل ما قال زميلكم فراح يصير 10 اس 9 نيوتن متر تربيع. اقدر هاي ال10 اس 9 وحدها الغيها وبقي مكانها جيجا. اشوف شوف شوف انت الرقم منين كان؟ كان بهالشكل هذا شكله حتى بالقراءة مزعج. يعني أنت تريد تفهم هذا الرقم يعني، وإذا تريد تخليه مثلاً 1-4-4 وتسع أصفار بصفة بعد تخيل أنت حجم المأساة اللي راح يقرأ. فإذا نشوفه هنا تبرز أهمية وجود البريفكس اللي هي المختصرات، يعني نقول جيجا ميجا مايكرو ميلي وهكذا حتى الرقم يترتب. يعني أنت كقارئ كريدر من تقرأ مثلاً 144 وبصفة تسع أصفار راح تدوخ صح؟ راح تقول هذا رقم ايش قد ما اعرف ايش قد، بينما من تقرا 144 جيجا تعرفه 144 وبصفه 9 اصفار. واضح هسه شنو الهدف من من هذا التمرين؟ استاذ ممكن تعيده؟ شعيد اي واحد عيد هذا هسه استاذ شرحته لفوق. منو من ذا يتكلم وياي حسين؟ حسين على استاذ اي وين ما فهمت حسين؟ يعني هسه احنا قلنا هذا هو الواحد لفوق يا اول واحد، هسه احنا بالبارت 2 وين شو التفاصيل؟ هو اول واحد هذا هذا علي استاذ موجود بالشاشه هذا استاذ بارت بي يقصد علبي اول واحد هذا هذا غير اي تمام استاذ اي شوف هذا اول شيء تعدل يصير 300 متفقين؟ متفقين تمام استاذ تمام زين. اني عندي دا اضرب 400 ملم في 0.6 ميجا نيوتن، الوحدات ما متناسقه، ليش ما متناسقه؟ لان هاي عندي انا هنا ملي وهنا عندي ميجا نيوتن. انا عاده متر نيوتن هو الافضل الافضل بالتعامل مع الوحدات. يعني من اريد اوحد الوحدات باي مساله مثلا احاول شخلي بس انتبه عليه متر نيوتن اوكي او مثلا على سبيل المثال ملي متر مثلا غرام، الوحدات تكون سهلة القراءة. ليش؟ لأنه المتر المتر في النيوتن يعنيني فد شيء بعدين إن شاء الله راح ناخذه لكم. فالوحدات مثلا هسه هنا هذا من الملي ما حول المتر، فش أضرب في 10 أس ايش قد؟ ناقص 3، لأن قلنا إذا قيمة صغيرة وأردخ عليها تصير أحولها لكبيرة أقسم على من الملي للمتر أقسم على 10 أس أقسم على 10 أس 3 أو أضرب في 10 أس ناقص 3 نفس الشيء صح لو غلط؟ يعني من اضرب 300 في 10 اس ناقص 3 هي نفسها 300 على 1000 او على 10 اس 3 صح لو غلط؟ صح استاذ نفس صحيح استاذ نفس الشيء. زين ال 0.6 شلون احولها؟ عندي ميجا نيوتن، انا ما اريدها ميجا، بدي اخليها شنو؟ نيوتن. فال 0.6 شو اسوي؟ اضربها في من؟ في 10 اس ايش قد؟ 6، لانه انا من احول الميجا
الى ميجا نيوتن الى نيوتن اضرب في 10 اس 3. الوحده الكبيره اذا اني اريد اخليها تصير صغيره شو اسوي؟ اضرب في 10 اس 3 اس 6. بس اني عندي بين قوسين دير بالك تربيع، ليش؟ لان هذا هو اصلا منطيه 0.6 ميجا نيوتن لكل تربيع، فهذا كل تربيع يبقى التربيع هذا هنا. زين، بعدها هاي الخطوه تبقى نفسها ما غيرتها، بس اجي على الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها التربيع مالت 0.6 هي 0.36 6 ربعها 36 بعد الفارزه، وعند الرفع راح ارفع ال 10 اس 6 للقوه 2. شو تصير عند الرفع؟ تضرب الاسس راح يصير 2 في 6 12، والنيوتن شو يصير؟ يصير نيوتن تربيع. لحد هنا اوكي حسين؟ اوكي استاذ اوكي. زين، بعدها ايش راح اسوي؟ راح اضرب ال 300 في من في ال 0.36 يطلع عندي 144، وهذا بالقوس هنا 10 اس ناقص 3 وعندي مضروب في 10 اس 12 هاي سالب 3 عند الضرب تجمع الاسس، فايش راح يصير؟ ال 10 اس ناقص 12 تصير 10 العفو 10 العفو 10 اس 12 تصير 10 اس 9 صحيح؟ لان الاشارات مختلفه استاذ. بالضبط، فعند الرفع تجمع الاسس، وش يبقى عندي؟ المتر ينزل والنيوتن تربيع يبقى. هسه لحد الان انا هذا حلي مو غلط صحيح؟ يعني استاذ يعني بلا زحمه، يعني طريقه اسئلتها يعني تجي طريقه سؤال بالامتحان لو لا هيك ماكو بالامتحان ابني، ماكو بالامتحان امير، ماكو بالامتحان، هاي جزء من مساله استاذ. يعني مجرد اساسيات انه بلي هو هسه هاي اساسيات راح تواجهك بالامتحان. انا اجيب لك على سبيل المثال قوه بالكيلو نيوتن وابعاد وضحت الفكره استاذ وضح. اي وابعاد الجسم بالمليم، فانت من تجي واحد الكيلو نيوتن تحول للنيوتن والمليم تحول للمتر، هذني شيء اساسيات لازم احنا نعرفهن استاذ، هذني شيء اساسيات لازم احنا نعرفهن مو لو لا بلي لازم تعرفهن انت، بس انا ما اقدر هسه اطفر واروح كبر بالمسائل وما معلمك ذني. صح استاذ، صحيح صحيح واضح. أي. كل بس انت جانب كبير من هاي الاساسيات ماخذها بالاعداديه. واضح واضح. أوكي. زين استاذ بقت بس شغله واحده، زين يقولون الامتحانات الالكترونيه لو حضوريه يعني اخبارك امير احنا وين؟ اي والله يعني. اعرف استاذ اعرف عيفه ابني عيفه، انت هسه اشتغل على اساس اللي شنو اسوأ حاله؟ اسوأ حاله محتمل انا ما اعرف الطالب شلون يفكر. اسوأ حاله محتمل تكون للطالب اللي هي تكون مثلا الامتحانات حضوريه. فأنت تمام كمل غير موضوع، اشتغل على أسوأ حالة. زين فهنا صار عندي 144 في 10 أس 9 متر بالنيوتن، هذا إذا تخليه أنت صح مو خطأ كناتج، بس يفضل أنت كمهندس تخلي الأرقام بصيغة سهلة القراءة للمتلقي، فالمتلقي من راح يشوف 144 في 10 أس 9 نيوتن متر تربيع شوية يصير عند أرباك. انت شيل ال 10 اس 9 خلي جيجا، فراح يقرا اي شخص يجي يقرا 144 مختصر بالضبط 144 جيجا متر بالنيوتن سكوير. خلاص هذا كل ما انا اريده من عندك. اشيدك استاذ، اي مرحله توصل لها انت هو صح مو خطا، بس اذا هاي المرحله هنا ما حولت كلهم سويتهم امتار وكلهم سويتهم نيوتن خطا. فهمتني؟ اشيدك استاذ ويدك. وهنا ايضا يقول لك وي كان اولسو رايت، نقدر نكتب هذا الكلام بهاي الصيغة، نقدر نكتب 0.144 ملي، عفوا مو ملي 0.44 متر في ميجا نيوتن قسم على 10 أس 6، بما أنه تربيع يقسم على 10 أس 6 مرتين، فشي يصير عندك هذا الرقم 0.144 المتر يبقى لنيوتن، تكتب بدل ما تكتب بس جيجا متر تكتب ميجا نيوتن. فهمتوني؟ واثنيناتهم صح. خلينا نعبر على اللي بعده. اللي بعده عندي 45 ميجا نيوتن تو باور 3 مقسوم على 900 جيجا غرام. يعني شوف هنا لازم يكون نيوتن وجوه لازم يصير كيلو غرام، فعندي يعني مبدا اذا من اذا عندي كبير عندي 45 أريد أحول للوحدات من الكبير للصغير أضرب في 10 أس شقد 6، لأن الميجا هي شقد 10 أس 6، وكل مرفوع علما للقوة 3 لأنه عندي ميجا نيوتن باور 3 أو كيوبيك، فشي يصير 45 في 10 أس 6
النيوتن للأس 3 مقسوم على 900 غرام، 900 هذا حوالي كيلو غرام، أضرب في جيجا غرام. طبعا الجيجا غرام هي أعتقد هناك خطأ، 10^9 10^9 طلاب صححوها رجاء، 10^9 يساوي طبعا اقسم وارفع هذا الاس للاعلى. طبعا خلي ببالك، دير بالك هنا 10^6 من ارفعها للقوه 3 شو تصير عند الرفع؟ تضرب 3 × 6 18 صار وجوه جد عندي 9 فمن 9 تصعد هاي سالب 9 ممتاز، تصعد تصير سالب 9 تاكل قد ال 18 قد تبقى فقط 9 صح. نيوتن تو باور 3 كيلوغرام مقسوم على كيلوغرام، الكيلوغرام وين صار بالمقام. وايضا تقدر اكو ترتيب اخر شو تسوي اللي هو 50 تبقى 10^9 نيوتن اس 3، انا اريدها مثلا كيل نيوتن ما اريدها نيوتن اس 3، فشقسم اقسم على 10^3 مرفوع المن للقوه 3 فيطلع عندي بالناتج النهائي 50 كيل نيوتن اس 3 على كيلوغرام. او تكتبها بطريقه جون تقدر تعيد الاستاذ يقول لك ما فهمت ابني بس افتهم علي، مو هي هاي واحنا انت من تقول لي عيدها معناته ما تفتهم ايش اسوي بالمرحله الاولى والثانيه. هو مو كل سؤال بس خلي اوضح الفكره، مو كل سؤال فكرته مستقله عن السؤال اللي قبله، لا نفس الفكره. هذا 45 ميجا نيوتن للاس 3، انا ما اريد احول ما اريد اخليه ميجا نيوتن، هذا اخليه نيوتن. فشي يصير 45 من احول من الميجا قد اضرب فيه قد في 10 اس قد الستة، بس هذا لنيوتن أس 3 لازم أرفع للقوة 3 هذا بالبسط. بالمقام عندي 900 جيجا غرام، 900 تبقى نفسها، الجيجا هنا أصير 10^ تنتبه 10^9 صححها. هاي أقول هاي دوختني ناس مو دا أقولها يا ابني، قلت لك صححها طلاب زملائك اكتشفوها قبل ما أحكي يعني. فهاي شو يصير عندك هنا هنا 10^18 ليش عند الرفع تضرب الاسس فتصير 10^18 وجوه 10^9 ال 10^9 بالمقام من تصعد للباص شو تصير 10^9 ال 18 ويا 9 تروح يعني ال 18 - 9 يبقى 10^9 ف 50 في 10^9 نيوتن اس 3 على الكيلوغرام. تقدر تكتبها بهالشكل وتقدر تكتبها بشكل اخر، تكتبها بشكل كيلوغرام عفوا كيلو نيوتن على كيلوغرام. هذا الطريقه ماكو داعي شويه يعني، انا صراحه اخذت هواي بهاي التفاصيل. محاضرتين بدي احكي مواضيع التحويلات وهي جزء من حل سؤال. على العموم خلي نمشي شويه. شوف هناك تعاريف، هاي التعاريف ايضا قلت لكم هاي التعاريف مطلوب من عندك تفهم مو تحفظ. هنا اكو بعض المفاهيم اللي تحتاج انت تعرفها. اكو مفاهيم يسموها سكيلر اللي هي سكيلرز الكميات، واكو فيكتورز يسموها المتجهات. السكيلر شنو مثلا مثال على السكيلر؟ مثال على السكيلر عندك مثلا 5 كيلوغرام، هاي كميه فقط 5 كيلوغرام بس مثلا. ولكن اذا انت عندك مثلا اكو شيء اسمه فيلوسيتي السرعه، واكو شيء اسمه سبيد، شنو الفرق بين الفيلوسيتي والسبيد؟ تعرفون؟ اكو احد يقدر يقول لي؟ استاذ هاي السرعة وهاي تسارع؟ نعم استاذ، واحدة سرعة واحدة تسارع؟ لا، التسارع acceleration يسموه التعجيل، التسارع يسموه تعجيل تعجيل. هم اثنيناتهم اسمهم سرعة يعني، تعرف شلون؟ السبيد اذا تذكرون اكو فيلم اسمه سبيد كان موجود اعتقد، ما ادري انتم ملحقين عليه او لا، باص يخطفوا ارهابيين ويخلون ب متفجرات، واذا سرعه تقل السرعه راح تنفجر. بالضبط، لازم تحافظ على سرعه معينه مثلا تقول 20 كيلو متر بالساعه او 50. فاني ليش اخترت هذا المثال؟ اخترت هذا المثال حتى يرسخ بدماغك. اسم الفيلم سبيد. السبيد هي يسموها كميه. يعني شلون كميه؟ انا اقول لك مثلا اليوم امير دا يمشي بسيارته 50 كيلومتر بالساعة واسكت، هاي شو نسميها؟ نسميها سبيد. بس من اقول لك امير يمشي 50 كيلومتر بالساعة شمالا ايش صارت؟
خط متجه فيكتور، لان انا قلت 50 كيلومتر بالساعه وطيت اتجاه، اتجاه للشمال للجنوب للشرق للغرب. فانت هذا السؤال دائما تسال بي، يسالوك بي، تسال بالكليه او تسال حتى خارج الكليه، يقول لك يابا شنو احنا اثنينات سرعه، شنو فرق بين الفيلوسيتي والسبيد؟ فرق هذا هو. حتى تتذكر انه السبيد هي سكيلر وليس فيكتور، تتذكر الفيلم يعني السرعة المتجهة يعني تتحدد بالسرعة، تتحدد باتجاه معين. يعني أنا أقول لك، مو قلت لك هسه تمشي 50 كيلومتر بالساعة شمال، خلينا نفرض بابل، أو متجه للشمال أو متجه للجنوب، فأنا انطيت قيمة وانطيت اتجاه. فإذا هذا الكلام كله راح نختصره إذا أنت تريد تعرف شنو المتجه وشنو الكمية. الكمية فقط قيمة بدون اتجاه، والمتجه لا، الفكتورز بكميه وباتجاه. اوكي، او على الاقل تعرف الاتجاه مال هذا الفيزيكال كوانتيتي وين يروح. فهنا تعريف all physical quantities، كل الكميات الفيزيائيه بالهندسه الميكانيكيه are measured، يعني تقاس using either scalars or vector. معظم او كل الكميات الفيزيائيه بالميكانيك الهندسي تقاس اما بشكل كمي او بشكل متجه. هو صراحة نشوفكم امثلة. زين، a scalar is a quantity that has magnitude only، يعني السكيلر بس بيها magnitude، بس بيها قيمة. example of scalar quantities include، يعني شنو الامثلة على السكيلر؟ عندك الطول، يعني انت ما تقول اني على سبيل المثال خلنا نفرض طول هذه هذا الملعب، طوله خلنا نفرض طول الملعب نقول 90 متر او 30 متر. انا ما اقول 30 متر شمالا لا جنوبا، لا، بس اقول 30 متر، فلذلك هذا اقول عليه سكيلر. الكتله نفس الحاله، الكتله هي سكيلر بس مجرد قيمه. الزمن تقدر انت تقول 3 ساعات شمالا لا جنوبا؟ اكيد راح يعني راح الناس من يسمعوك راح يقولون ماكو حكي. نعرف الزمن بس زمن، تقول 3 ساعات، ساعتين، دقيقه، ثانيتين، ثلاث ثواني، تسكت. الكتله ايضا 1 غرام. هذا يعتمد فقط على فهمك للكميات الفيزيائيه، مثل ما قلنا الطول، الكتله والزمن. Because scalar possesses only magnitude، يعني فقط بها كميه، they are real numbers، يعني فقط اعداد حقيقيه. That can be positive, negative or zero، هي فقط اعداد اما تكون موجبه، سالبه او صفر. هذا بالنسبه لل scalar. بالنسبة للفكتور، a vector is a quantity that possesses magnitude and direction. شوف بيها شنو بيها؟ بيها قيمة واتجاه، يعني magnitude كمية زائد اتجاه. أيضا and obeys، تخضع إلى parallelogram law، قانون متوازي المستطيلات. الصراحة شوف لكم إياه، قانون متوازي المستطيلات بهذا الشكل. شوفوا أنتم ماخذين بالسادس أعتقد النظريات أو المبرهنات، هذا سمونته متوازي العفو، هذا تسموه متوازي المستطيلات، صح لو خطأ؟ صح أستاذ. زين، ليش احنا نسميه متوازي المستطيلات؟ لان هذا الضلع ضلعين متوازيات، لكن ضلعين متقابلين متساويين. بالضبط، متقابلين او متوازيات. متوازيين. اوكي، متوازيات. زين، فإذا الفكتور يخضع لقاعدة البارالوجرام، خلي ببالك هذا قانون البارالوجرام لان راح وايد نستخدمه. Example of vectors encountered in static، يعني واحدة من الأمثلة على ال vectors بالstatic are force، القوة. طبعا احنا نقول القوة على سبيل المثال تكون 5 كيلو نيوتن للأسفل أو للأعلى. البوزيشن، الموقع، والمومنت، المومنت اللي هو العزم راح ناخذهم مثلا، كلهم واحد على حده. اوكي، a vector is shown graphically by arrow، يعني الفيكتور من نريد نرسمه، تشوفون هذا الرسم لازم نخلي له هنا سهم arrow. اوكي، arrow تعرفون معناته، هو معناته سهم. تعرفون هذا معنى كلمه arrow شنو؟ اوكي، فالفيكتور لازم نمثله بسهم. زين، قيمه السهم هو هذا الماجنتيود اللي هو خلينا نفرض هسه هذا قيسه بالسنتيم، كل واحد سنتيم يساوي واحد نيوتن او واحد كيلو نيوتن حسب. شوفوا هذا، هاي الكميه مالته خلينا نفرض هذا 5 نيوتن.
والاتجاه مالته الدايركشن هو الزاويه. مثلا هسه انا اقول القوه على سبيل المثال 5 نيوتن ميل بزاويه 30. اوكي شوف اي الاي هو هذا. شوفوا انا منطي رمز الاي از شون جرافيكلي باي ان ارو. The length of arrow represent the magnitude. يعني طول هذا الفكتر ينطيني قيمته. يعني مثلا هسه انا فكتر رسمته 5 سنتيم وانطي سكيل مقياس رسم اقول كل 1 سنتيم يساوي 1 نيوتن. And angle هي theta between the vector and a fixed axis defines the direction of its line of action. يعني ويا الافق اذا اجيب منقله واقيس الزاويه هنا هي يسموها الدايركشن. The head of tip النهايه مالت التب مالت الارو indicate the sense of direction of the vector. يعني تنطيك احساس او اتجاه الفكتر باي اتجاه. طبعا قد يكون الفكتر بهالاتجاه وقد يكون بالاتجاه المعاكس. زين vector quantity can be further divided into نقدر الفكتر quantity نقسمها الى نوعين. اكو free vector واكو localized vector. زين شنو تعريف الفري فيكتور؟ الفري فيكتور ايش ساعه؟ اوكي بعدين نوقف. الفري فيكتور از ون هوز اكشن از نوت كونفايند تو اور اسوسييت وذ ذا يونيك لاين ان سبيس. مثال عليه حتى تعرفه الفري فيكتور الويند واللي هو المومنت اوف كابل. الويند يعني اللي هو مثلا الرياح اتجاه الرياح ومرات نسميه المومنت اوف كابل. المومنت اوف كابل شنو معناته؟ تخيل انه انت عندك مسافه واكو فد قوه تتحرك بهالاتجاه مقدارها 5 نيوتن مثلا واكو قوه تعاكسها هاي كابل يسموها ايضا 5 نيوتن بالاتجاه المعاكس. ايش راح تولد هاي؟ اذا اثنيناتهم تخيل شخصين هذا تخيل هذا فد جزء معين وانت بدك تسحب 5 كيلو نيوتن وزميلك بده يسحب 5 كيلو نيوتن القوه ايش راح يصير هنا؟ راح يصير شنو؟ راح يصير دوران. الدوران ايش بيه؟ خلينا نفرض هاي هذا طول هذا المسافه من هنا لهنا نعطيها 2. الكابل ايش قد يصير؟ 5 في 2 ايش قد يصير؟ يصير 10. مقدار الكابل هنا ليه يروح بايته من غير مكان كابل؟ اوكي؟ فمقدار الكابل هنا 10 طبعا شو يصير؟ نيوتن في من في متر لانه هو حسابات المسافه من هنا لهنا قلنا 2 متر. هذا الكابل انا اقدر اخليه مكانه هنا واقدر اخليه مكانه هنا اوكي بس قيمته ثابته وايضا باتجاه اتجاهنا عكس عقارب الساعه بس موقعه انا اقدر اخليه باي مكان على هالنقاط اللي موجوده هنا بين القوه هاي وبين هاي القوه فلذلك يسموه فري فيكتور. هو فيكتور باتجاه عكس عقارب الساعه بس فري فيكتور البوزيشن مكانه اقدر اخليه باي مكان فلذلك احنا نسميه هذا فري فيكتور. Anyways لا تدوخ بي هذا هسه اتركه بس خلي ببالك انه الكابل هو فري فيكتور. يعني فري فيكتور شويه يدوخ شويه اي خليه هسه هذا يعني بس حاول انه تفتهم المبدا ايش يقول انه الكابل او الفري فيكتور اقدر اخليه باي مكان بالجسم. اذا عندك جسم معين هذا الجسم المعين اقدر اخليه هسه انا راح اعطيك مثال على جسم معين حتى الصوره تتوضح اكثر. تخيل عندك هذا جسم غير منتظم اقدر اخلي الكابل مالته هنا اللي هو قيمته ايش قد قلنا 10 نيوتن. العفو استاذ. نعم العفو استاذ. دكتور احمد دي راسل دي يقول ما عندي ايميل خلي راسلني هسه على السريع. اطيع علم الطلاب لا زحمه عليك. راس لحبيبي تبقى الهيدفون بذانك. لا انا عندي قصدي على الطلاب الباقيين يعني تعطيهم علم. تمام شكرا جزيلا طلاب بس رجاء دكتور احمد دز تبليغ حاولوا تتواصلون وياه للطلاب اللي ما عندهم ايميل واللي هم عددهم انا متاكد قليل. شكرا جزيلا. كاتب هو بالسرعه الممكنه يعني مستعجل ترى هو. بلي بالسرعه الممكنه يعني ممكن الظهر ممكن مهم يعني قبل الليل ايش قد ما تقدر اسرع وقت ممكن. اوكي فهنا شنو اللي صار عندي؟ اللي صار عندي اني خليت الكابل هنا واني نفس الوقت اقدر اخليه هنا بس حافظت على اتجاهه اللي هو عكس عقارب الساعه. قبل شويه واحد من زملائكم يقول شويه دوخ هو انت تخيل هسه انت عندك هنا هذا رود او تخيل عندك
عصا معينه، هاي العصا قد قد طولها، طولها 2 متر، وانت اجيت سحبت بهالاتجاه 5 نيوتن وزميلك ب 5 نيوتن، هاي العصا ايش راح يصير بها؟ 100% راح تحاول تفتر، لان قواكم متساويه بالقيمه ومعاكسه بالاتجاه، فاكيد طبعا احنا 100% راح الدوران يصير بهالاتجاه، صح لو غلط؟ ما يصير الدوران عكس، الا اللهم اذا انا قلبت القوه بهالاتجاه، قلبت القوه لهالاتجاه، قلبت القوه بهالاتجاه، صح لو غلط؟ راح تصير الكبل اتجاه بهالاتجاه. فالكبل معناته ليش يسموه فري فيكتر؟ فري فيكتر انا اقدر احركه باي نقطه موجوده على الجسم، يعطيني نفس التاثير. اقدر اخليه هنا، فلذلك احنا نسميه فري. فاذا هو ما يعتمد عليه من على البوزيشن. البوزيشن معناته على الموقع. ما يعتمد على موقعه بالجسم، اقدر احركه باي نقطه، اقدر اخليه بنقطه رقم 1، اقدر اخليه بنقطه رقم 2، واقدر اخليه بنقطه رقم 3 وهكذا، يعطي نفس التاثير ككبل. فلذلك احنا شو نسميه؟ نسميه فري فيكتر. مثال عليه هذا. ما يعتمد على موقع، ما يعتمد على الموقع. بينما اللوكالايزد فيكتر او العفو يسموه اللوكالايزد فيكتر بالضبط، الفيكتر اللي محدد، شوف هذا ديفينيت يعني يمتلك اور سبيسيفيك لاين اوف اكشن، يمتلك خط تاثير واحد. ومثال عليه مثلا عندك ناني كونسيدر ذا بيم شون، هذا طبعا بيم راح هواي يشوفون بالميكانيك الهندسي اشكال مشابهه لهذا المثال. عندك بيم، هذا البيم تخيل الجسر، بس الجسور اللي موجوده عندنا ممكن تقدر تتخيلها، هو عباره عن بيم. هذا البيم بقوه مؤثره عليه، هو اسمها بي كابيتال وسي كابيتال. شوف وين ذا لود، لما الحمل از بليست يعني يوضع ان ذا بوزيشن سي، اذا خليت حمل هنا على بوزيشن سي ات ذا سنتر اوف بيم، عند منتصف البيم، the reaction of these of the support A طبعا راح يولد ال A وال D يولدون رد الفعل، لان انا اذا اضغط بهالاتجاه 100% راح يعاكسوني من وين؟ بمبدا كل فعل رد فعل، تعرف شلون؟ هذا الفعل وهذا رد الفعل. رجاء المايك احمد سعد، احمد سيد او سعد، احمد سيد، احمد احمد تسمع؟ خلي يروح احمد يكمل ما اعرف وين السوق، ما ادري وين جاي ياخذ محاضره. اوكي فنكمل. واضح استاذ. فشو نسوي هنا؟ بس نكمل شرحنا، شوف سوينا انتربشن، سوينا مقاطعه. فيصير لما اسلط قوه بالموقع رقم سي راح يولد رده فعل وين؟ بال دي وبال اي اون ذا بيم ار ايكوال، قيمهم ثابته. اذا كان هذا وين؟ هذا السي وين؟ بالسنتر، يا سنتر منا انا معناته 2 منا 4 متر ومنا 4 متر، فهمتوني؟ شوف نرجع مره ثانيه بالمنتصف غير عافيه، بالضبط بالمنتصف عندي بيم، او احنا نقول بالتعبير العام اذا شايفين عندنا شيل مان اللي موجود بالمال بناء، عندك تخيل شيل مان مال بناء مثبته منا انا بهنج ومثبته منا انا برولر، بعدين اشرح لكم شنو الهنج وشنو الرولر، بس هسه مبدئيا بس اريد منك تفهم انه هذا بيم او عباره عن شيل مانا او جسر. هذا الجسر اذا جبت القوه خليتها بالمنتصف، منتصف المسافه بين السي والدي، وبين منتصف المسافه بين العفو بين منتصف المسافه بين الاي والدي، يعني السي هي بالنص، فبنا عندي 4 ومنا عندي 4 متر، تشوفون هاي الابعاد؟ عندي 4 متر ب 4 متر. فالرياكشن هنا قيمة القوة هنا خلينا نفرض هي 10، راح تتوزع هنا 5 وهنا 5 بالضبط. ليش؟ لأنه السي مار بالمنتصف مال التلفيم، صح؟ متفقين أو متفقين؟ متفقين دكتور. إي خلوا بعد أقربها لكم أكثر. تخيل هسه أنت عندك كتلة، هاي كتلة أبعادها صغيرة، تتذكرون قلت لكم البارتيكلز، تخيلها بارتيكلز، هاي أبعادها مهملة، يعني هاي المسافة منا لهنا تخيلها يعني ماكو معدمه تقريبا، اوكي؟ واجيت سلطت قوه، هاي القوه قيمتها 5 نيوتن. ايش راح تولد عليه؟ راح تولد عليه رده فعل، قد قيمته من يقدر يقول لي؟ استاذ يكون مماثل له؟ ممتاز، جيد جدا. متماثله لان خلاص هاي، لان هاي الابعاد مهمله. اذا هاي الكتله انا سويت كبرتها وسويتها بشكل بيم، اوكي؟ البيم يعني شيل مان، خلينا نتخيل هذا الشيء، وسويت لها تثبيت منها على فد
خلينا نقول خشبه منا وخشبه منا. خلينا نتخيل هذا الشيء. انا دا احاول استخدم تعبيرات جلفيه صراحه حتى اوصل الفكره. شوف هاي الخمسه 5 نيوتن سلطتها هنا بالمنتصف. خلينا نفرض هاي المسافه منا لهنا قد 1 متر، وهاي المسافه منا لهنا 1 متر. هاي القوه 5 نيوتن، هنا ايش تتوقع الرياكشن قد يكون؟ 2.5. ممتاز 2.5 2.5 ممتاز. بس هذني اكو بيهم بعد تفاصيل راح بعدين انطيكم اياها بالفري بودي دايجرام، بس هذا بس مجرد فكره لك. انا بس بدي اقول لك اذا اذا القوه خليتها بمنتصف المسافه للجسم، العفو اي في منتصف المسافه تتوزع بالضبط، تتوزع بالتساوي. هذا هسه متفقين عليه تمام؟ تمام. فهنا عندك القوه سي لما تكون على على بعد 4 متر منها، 4 متر منها تتقسم على 2 مثل ما قلنا. زين اف ذا لود، اذا اذا القوه او الحمل مشيناه على البي، يعني حركته من السي وديته للبي، وطبعا السي لغيتها من اقول لك حركتها، يعني بعد ماكو سي. السبورت ات اي يعني الاسناد بالاي وتكري مور اوف لود، يعني راح يتحمل يكون اكثر بالضبط. اند سبورت دي كاريز ليس، يعني الدي راح يقل عليه الحمل. ليش؟ لانه انا القوه كل ما اقربها على نقطه الارتكاز هاي راح هاي البي تاثيرها يكون اقوى عليه من على الاي، من 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 الدي. هذا شيء يقودنا، هذا يقودنا احنا كمهندسين نفكر بشكل منطقي. راح تقول لي شلون؟ انت لو نفرض انت اللي تحل هسه بالامتحان وحليت وطلعت نتائج وعندك بس حمل موجود هنا بالبي، وطلع عندك قيمه رده الفعل هنا اصغر من قيمه رده الفعل هنا، طبعا مع الفرض انه قوه واحده فقط، بس تفهم شنو اقصد؟ يعني تخيل انت عندك قوه فقط مقدارها بي او النقطه بي مقدارها 5 نيوتن، طبعا السي ما موجوده، وحسبت الرياكشن وين؟ رده الفعل بالاي، وحسبت رده الفعل بالدي. رده الفعل بالاي راح منطقيا لازم تطلع اكبر من رده الفعل وين؟ بالدي. ليش؟ لانه البي قريب عليها، فمعظم الحمل اللي موجود بالبي وين يروح؟ علي. فمن اني احل مثلا لو حليت وطلع هذا الرقم اصغر من هذا الرقم، معناته عندي خطا في مكان ما، ارجع شيك حله. واضح طلابنا؟ ما واضح. يعني استاذ اذا 4 هي القوه بس استاذ سر الاي 3 والدي 1 ممكن تكون 3 ب 1، ممكن تكون 2.5 مثلا ب 1.5. تمام. انا بسال من عندك، انا ايش قلت لكم اول محاضره؟ الميكانيك الهندسي تقدر تحس بيه تتحسسه صراحة، مو مثل شوية كهرباء. كهرباء أنت استاذ مجرد فكرة وفهم. بالضبط. هو أنت إذا تتخيل الفيزياء اللي تصير بالأجسام، مو الكهرباء، أنا مو دابل ما دابلجك الكهرباء، لا بالعكس، أنا داريت أعدك نفسيا. أكو بعض الأشياء بعض الدروس يحتاج لها تفكير بعمق، وأكو دروس لا تحتاج تفكير بسيط. فهذا الميكانيك الهندسي تفكيره بسيط لأنه هو عبارة عن فيزياء بسيطة أقدر أتحسسها، تعرف شلون؟ فاذا هسه انت شفت شلون مجرد انه قلت لك ان القوه بس محركتها من سي خليتها بي، انت صار عندك سنس، يعني صار عندك لوجيك منطق تقول انه الرياكشن بالاي لازم اكبر من بي كقيمه، لان قريبه القوه على اي، لان قريبه. بس دير بالك هاي الحاله اذا كانت قوه واحده، اذا كانت قوتين او قوه هذا المفاهيم شويه تبدي تتغير. ليش؟ يختلف استاذ. قد تكون هاي القوه الاخرى هنا تاثيراتها تزيد او تقلل، يعني هذا اللوجيك او المنطق اللي هسه احنا هاي المحاضره على قوه واحده يبدي يتغير. فتبدي انت ما تحسب هيك حسابات، تبدي تحسب غير تشيكات. ان شاء الله اعطيكم اياها في المحاضرات القادمه. شوف هنا شو يقول ان اذر ووردز، يعني نقول كلام اخر او بصيغه اخرى، ذا افكت اوف سبورت اون ذا بين اللي هو بين قوسين اكسترنال افكت depends on the position of the load، يعني مقدار الرياكشن او رده الفعل بالاي يعتمد على من؟ يعتمد على موقع اللود. شفتوا انت هنا قبل شويه خليناه توزع نص، قربناه لا تغير. اوكي يعتمد على البوزيشن اوف ذا لود ات كاريز از ويل از، بالاضافه الى ذلك on the slope الميلان السنس الاتجاه and magnitude of the load. يعني اذا احنا نقول الرياكشن اللي موجود بالاي يعتمد على الموقع مالت القوه اللي هي اللود اللي خلينا نفرضها بي، ويعتمد على ميلان مرات القوه ما تصير بهالشكل. شوف انتبهوا
مرات القوة تصير هذا تخيله بيم، بس هذا بيم بعفو بس خليه استاذ مرات مو عمود، مو عمودية مائلة بالضبط، هذا بيم اكو قوة تصير مائلة، هم تعتمد لازم تشوف انت اذا كانت القوة مائلة، اذا كانت القوة عمودية تختلف وبعد شنو عندي، واذا كان الاتجاه ايضا يختلف، يعني اذا بدل هاي القوة للاسفل تصير مثلا القوة للاعلى، هذا الرياكشن راح يتبدل فهمتوني، راح يصير بهالشكل يدي يسحب بعكس، يعني ردة الفعل انا يعني اذا اسحب هناك اكيد يقاومني بهالشكل صح، من اضغط للاسفل شوف للاسفل اكيد ردة الفعل وين راح تصير للاعلى فهمتوني، لما مبدا لكل فعل ردة فعل زين، وبعد يعتمد على القيمه، طبعا اذا كانت هاي القيمه 2 يختلف عن المواد كانت القيمه 5 او 10 او 100، وايضا يعتمد على من على ايه على القيمه راح راح يختلف لان مائل مو مثل عمودي اكيد، وهاي كلها انت لازم تخليها بالاعتبار، بس انا اقول لك انا برايي الفائده القصوى من هذا السؤال انه تفتهم بسرعه، مرات ما انطيك ابعاد، هاي الابعاد مثلا 2 ب 2 هسه مو عندي 4 ب 4 باي عسي ناني، اذا اقول لك القوه او اللود جاي بالمنتصف بالسنتر ماكو داعي انطيك الابعاد ذني، فمثلا منطيك اني قوه 10 موجوده صير 5 ب 5 صير 5 ب 5 صح؟ صح استاذ اكيد لان انت حددتها بالنص عافيه، بس هذا ممكن يكون التحديد شفوي، اقصد بالامتحان ممكن يكون شفوي او منطوق السؤال ممكن يكون شفوي، اقول لك هي بالمنتصف فماكو داعي، يعني قد الطالب يعترض علي يقول لي هسه انا ايش ما ادري ان هي بس بالوسط لا مو بالوسط، انا غير تعطيني ابعاد اشوف انه منها 4 ومنها 4 ومنها 2 ومنها 2 لا تنقسم هو القوة على 2 بالضبط، الإجابة عن هذا السؤال أنا منطوق منطيك منطوق السؤال مثلا أقول لك هذا موجود بالسنتر، هذا اللود موجود بسنتر مسافة بين الـ A والـ D تمام؟ تمام أستاذ زين، الـ Vectors Operation أكو بعض العمليات مالت الـ Vector نحتاجها إحنا نحتاج تفتهمها أنت زين، الـ Vector مثل ما اتفقنا هو عبارة عن متجه، هذا المتجه بقيمة وباتجاه، فانظر لي الى الفكتور اي هذا هسه هنا في المحاضره خل شويه اكبرها حتى تكون واضحه لكم، تخيل هسه عندك هذا الفكتور اسمه اي قيمته خلينا نقول قيمته اي اوكي، اتجاهه مبين يعني ما يميل عن الافق تقريبا بزاويه 45 يعني باتجاه بي دايركشن باتجاه العفو بي قيمه، الفكتور قد يكون ب ماجنيتيود اكبر يعني اقدر اني اضرب هذا الفكتور في 2 راح يصير بي يكون اطول، اقدر اضرب هذا الفكتور الاي في من في ناقص واحد شو يصير اتجاهه تنتبه كلش مهم، واقدر اقسم على 2 هذا الفكتور ايش قد يصير واشاره سالبه او هذا الفكتور خلينا نقول ناقص شو يصير عندي ناقص اي مقسوم اقسم على 2 شو يصير عندي 0.5 اي شوف ايش صار بي قل، فاذا هاي الامثله كلها اللي انا دا اعطيك اياها انا اقدر اسوي اوبريشن يعني عمليات، العمليات منها هي عمليه الضرب اللي هي 2 اي اضرب في اغير الاتجاه في ناقص ناقص واحد يعطيني اتجاه معاكس، اقدر ازغر الفكتور اقسم على 2 يصير 0.5 اي شوفوا شلون صغر زين، فهاي الاوبريشن ممكن انت تستخدمها بمفاهيم الفكتور، اذا فكتور از ملتبلايد باي ا بوزيتيف سكيلر بقيمه كميه هاي ال 2 هي سكيلر يعني انا اضرب 2 في اي هي سكيلر 2 2 قيمه فقط ما بها اتجاه، يعني انا اقول لك هذا الفكتور اضرب اياه في 2 فبس مجرد تضرب في 2 ويبقى اتجاهه ثابت ما يتغير اتجاهه، بس اذا ضربته في ناقص 2 الاتجاه مالته يتغير، مثل هاي ضربت بناقص 1 شوف صار اتجاهه انعكس، لان يعني اذا هذا موجب بنضرب بالفكتور بالفكتور، اذا هذا موجب اذا اضربه بسالب يصير عكس الاتجاه، ومثل ما تشوفون بهذا المثال اللي هو الخط الثالث يعني مو الاول ولا الثاني الثالث صار اتجاهه ناقص اي زين، its magnitude is increased by amount يعني قيمته زادت كميه when multiplied by negative scalar لما اضرب قيمه سالبه it will also change the direction sense of the vector شوف هسه هنا من ضربت بناقص واحد اتجاه الفكتور كان للاعلى تقريبا صار للاسفل of the vector، فاذا نقدر نضرب قيمه ثابته نقدر نضرب ماينس زين هاي بالنسبه للفكتور اوبريشن اخذنا المالتيبليكيشن يعني الضرب اوكي بالنسبه للفكتور اديشن عندي دا اجيب دا احاول اجمع تو فكتور
all vector quantity of A, يعني كل ال vectors quantity تخضع إلى O by the parallelogram law, قانون متوازي المستطيلات of addition, to illustrate حتى نثبت the two components of vector A and B in a figure below are added to form a resultant vector اسمه R يساوي لنا A زائد B using the following procedure, باستخدام ال procedure تعالي شوف انتبه طلاب. بالنسبة لعملية ضرب ضرب الفكتر بسيط جدا, إما تضرب في كمية أكبر من واحد وتكبر طول الفكتر, أو تضربه بكمية أصغر من واحد أو سالب أصغر من واحد راح تقلله. إذا تريد تغير اتجاهها تضرب باتجاه تضرب إشارة سالبة, أوكي. إذا تريد تغير الإشارة وتتحكم بطول الفكتر بدل ما تضرب ناقص واحد تضرب في ناقص اثنين فراح يصير اتجاهها معاكس هنا. هذا بالنسبة للمالتيبليكيشن والديفيجن. شوف بس هنا بس اسف ما ذكرت فيكتور اوبريشن, المالتيبليكيشن الضرب والديفيجن القسمه. المالتيبليكيشن قلنا اي نضرب في 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 2 يصير 2 اي, اوكي, ونضرب في ناقص 1 غير اتجاهه. الديفيجن قسمت على 2 صار عندي 0.5 اي, وايضا نفس الوقت ضربت في ناقص قسمت على ناقص 2 فصار عندي ناقص 0.5. فسويت عمليتين بان واحد, الفكتور عكست اتجاهه وسويت زقرته. واذا نضرب بالصفر مثلا ايش راح يصير؟ زيرو فكتور يسموه. طبعا هو ماكو فكتور, يعني ماكو فكتور, صفر, هو ما عندي فكتور لان من نقطه الاصل يصير. هذا موضوع كامل تاخذوه بالمرحله الثانيه مع استاذ يحيى الافترض ان شاء الله. موضوع اسمه الفكتور بحد ذاته فيه هواي تفاصيل, بس احنا راح ناخذ الجزء اللي يفيدنا فقط من الفكتور في الصف الثاني. العفو بصف اول وياكم. بالمناسبه لو تاخذون انتم فيكتور 3 دايمنشن, طبعا لكم ميكانيك هندسي بال 3 دايمنشن, احنا راح ناخذ بال 2 دايمنشن. من نقص ال 2 دايمنشن يعني ناخذ الاجزاء الميكانيكيه بالبلين اللي يحويهم عباره عن اكس واي, يعني ماكو بعد ثالث. اذا تشوفون بعض الكليات الهندسه ممكن المدني او غيرها ياخذون ماده الفيكتور بالاول وياخذون الميكانيك الهندسي بالاول. ليش ياخذوهم سوا بالاول؟ لانه بالميكانيك الهندسي تحتاج تحلل قوة للجسم ثلاثي الابعاد, احنا على قدر دراستنا ما راح ناخذ ال 3 دايمنشن. شويه بتعقيدات بس ايضا ما يخضع لللوجيك او للمنطق. خلينا نكمل شغلنا. شوفوا هنا هسه صار عندنا فيكتور واحد قدرنا نسوي نتلاعب بابعاده وباتجاهاته. هنا عندي فيكتورين, هل فيكتورين انا اريد اجمعهم. ليش نجمعهم؟ نحتاج بعدين ان شاء الله بالمحاضرات القادمه, محاضرات اللي هي يسموها المحصله, محصله القوى. اذا ما اخذيها مو ماخذيها بالفيزياء, لا مو ماخذيها صح بالسادس. نعم استاذ. تمام اوكي زين. هسه عندي فيكتورين, هل فيكتورين, شوف راح قبل راح اروح وين راح اروح, راح اروح على الفيكتورين اللي هو اي وعندي فيكتور بي. هل فيكتورين اقدر اجمعهم؟ هاي عمليه الجمع تخضع علما الى قانون البارالوجرام اللي هو قانون متوازي المستطيلات. طبعا خلي اروح على الوايت بورد افضل شويه اوضح. ياخذ له شويه صفنا حتى يمسح الوايت بورد. شوفوا طلاب عندي فيكتور, هذا فيكتور شنو اسمه؟ اسمه اي هالاتجاه, وعندي فيكتور ثاني شنو اسمه؟ اسمه بي, هذا البي وهذا الاي. شوف الاي والبي انا عندي صلاحيه اقدر اكمل امتداد هذا الفكتور وين؟ شوف انتبه لهنا, واقدر اكمل امتداده وين؟ لهنا. ما راح يغير شيء, يعني هذا الفكتور الاي اقدر تخيل هسه انت تمشيه على هذا الخط اللي يسموه, هذا يسموه لاين اوف اكشن. هذا الخط الدوت اللاين سميته لاين اوف اكشن. شنو اللاين اوف اكشن؟ خط التأثير of action. خط التأثير شنو معناته؟ معناته انه الاي اذا اني حركته على هالاتجاه along this line of action, اذا مشيته هنا واذا مشيته هنا نفس الشيء. وكذلك البي ايضا بي اسمه line of action, امتداد القوة او امتداد خط التأثير. طبعا
راح يقول لك، يسألك سائل يقول لك أنت أي أساس تحركت هذا الفكتر، تقدر تحركه بهالاتجاه وبهالاتجاه. أكو فد مبدأ اسمه Principle of Transmobility، مبدأ الحركية. مبدأ الحركية يقول لك أنه أي قوة تقدر تحركها على خط تأثيرها ما راح تغير شيء. راح أعطيك مثال جدا منطقي تقدر أنت تتخيل. تخيل هسه أنا عندي هاي الكتلة، كتلة معينة، عندي قوة، خلنا نفرض هاي القوة، هاي القوة بهالاتجاه، قيمتها هي اسمها F، قيمتها 5 نيوتن، متفقين؟ هاي 5 نيوتن طبعا سحبت سحبت انا هاي الماس، خلي ما خلي الماس هنا، خليها فوق احسن. سحبت هاي الكتله للاتجاه اليمين، راح تتحرك اكيد 100% في الاتجاه. اذا اني لغيت هاي القوه من مكان هنا وكملت امتداد وخليت القوه ال 5 نيوتن هنا وسحبت، فرقت شيء لو ما فرقت؟ اكو شيء فرق عندي؟ لا استاذ، هي هم راح تنسحب لقدام، هم راح تنسحب بنفس القيمه. وايضا اذا اجيب هنا هاي القوه نفسها، بس بشرط من احركها على الامتداد مالت القوه الاصليه على نفس الخط، على نفس الخط، فيسموه هذا مبدا الانتقاليه او principle of transmobilities. اوكي زين، اوكي. هذا الفكتور اي وبي اقدر اجمعهم. شلون اجمعهم؟ مثل ما قلت لكم باستخدام قانون البارالوغرام لو اقدر اكمل، اقدر اكمل. شوفوا خط وهمي، هذا الخط الوهمي يوازي المن، هذا شوف هذا يوازي منه، يوازي البي، صح؟ وخط وهمي اخر المن يوازي، يوازي الاي، بالضبط يوازي الاي، راح يصير التقاطع بنقطه. اها بالضبط. شوف كملت امتداد، شوف انت هنا هذول الفكترات، كملت امتداد صارت عندي نقطة هنا، وأيضا كملت امتداد صارت عندي نقطة ثانية. المحصلة هي وين؟ مال يعني المحصلة اللي هي أي زائد بي، هي وين؟ هي هاي يسموها الآر، المحصلة. أوكي، هاي محصلة أي زائد بي، يعني الآر يساوي لنا شنو؟ أي زائد بي. زين بعد شنو المطلوب؟ هذا قانون يسموه قانون البارالوغرام، قانون المتوازي المستطيلات. اكو قانون يسموه الترينجل، مال الترينجل، ويخضع الى نفس مبدا البرنسبل اوف ترانسموبيليتيز. شلون؟ راح اقول لك شلون، راح احاول اشرح هنا وبعدين ارسم مستقل. شوف هاي البي، هاي البي اللي هي خلينا نفرض هي منا لهنا، هاي البي اذا حركتها بهذا الاتجاه، انتبه، اذا حركتها في الاتجاه، تخيل هذا الخط اللي هو بي سحبته وديته وين؟ لهنا. اقدر اسوي هذا الشيء لا ما اقدر؟ يعني هذا البي سحبته ويا امتداد الاي، يعني اقصد على along الاي، جبته وين وديته؟ وديته هنا. وكانه شوف هسه هاي النقطه، هاي النقطه صارت هاي النقطه، وهاي النقطه هي صارت هاي النقطه. اقدر اسوي هذا الشيء لا ما اقدر؟ المفروض تقدر استاذ، لان يبي امتدادات. ليش؟ تعرف ليش؟ لانه اني ايضا بمبدا الانتقاليه يسموه principle of transmobility، اقدر احرك هاي القوه، بس شوف الحركه مالتي لازم تكون تخضع لقانون مو عشوائيه. هذا الفكتور كله، شوف الصراحه احاول اظلله اكثر، يصير شويه طوخ. تخيل انت تلزم بايدك وتحركه وين؟ هالاتجاه. حركته وين؟ جبته بنهاية من؟ بنهاية الأي. وبعدين رسميت كملت وين؟ هنا. صار عندي هذا البي بدل ما كان مكانه هنا، صار مكانه هنا وينطي نفس التأثير. وأيضا أقدر أحرك الأي هذا، أجيبه وين؟ أجيبه هنا، يعني هذا الأي أقدر أحركه بهالاتجاه، وأيضا يجي يقفل وين؟ يقفل لي، فيصير عندي يصير بي أي، شوف هنا بي أي، وهذا شيء يصير هنا اي بي. طبعا اذا اجي ارسم هذا على حده راح يكون بهالشكل وبهالشكل، هذا البي والمحصله مالتهم منو؟ الار. زين، يعني صارت بالعكس. اي تقريبا، لا احنا هذا الجزء كان ما شوف، هذا الجزء وين جبته؟ هذا رسمته هنا،
والجزء بالأسفل هذا أقدر أرسمه في الشكل. أنا الإجراء اللي سويته هو إجراء ما يخالف الفيزياء، يعني كله وفق منطق فيزيائي صحيح 100%، مثل ما علمت لكم الآن مبدأ الانتقالية أو الحركة principle of transversalities. أنا تحركت على امتداد خط التأثير، هنا نفس الشيء، هنا من تحركت على امتداد خط التأثير مال من؟ مالت الأي، فأقدر أخليه هنا وأقدر أخليه هنا مسموح لي. فأنا من خليته هنا، من كان عندي الأي هنا وحركت البي هنا، صار عندي ضلعين ناقصات، طلع سويت بعدين سحبت خط من بداية الأي لنهاية البي. شوف هذا أي وهذا منه، هذا البي وهنا عندي هذا البي وهذا الأي، وهاي طبعا منه الآر المحصلة. كيفك تريد تمشي على هذا تحسب المحصلة، المحصلة قيمتها هو أي زائد بي، واللي هو وين موجود؟ شوف هاي الرسومات، هذا كل الكلام اللي حكيته وموجود هنا، زين موجود هنا. شوفوا هذا الجزء، كملت الامتداد، بعد ما كملت الامتداد سحبت البي على امتداد الاي، يعني حركت البي. تخيل طبعا انا ليش اقول لك تخيل، ان تلزم الفكتور بي من المنتصف، من منتصفه وتسحبه وين؟ على خط تاثير الاي. وين راح يجي؟ راح يصير هنا، وين راح يلعبوه؟ راح يصير هنا. من صار هنا اقفل المثلث، هذا يسموه تراينجلر. او اكو طريقه ثانيه يقول لك انا ليش اتحرك الاي؟ ليش تحرك البي؟ انا بدي احرك الاي، صح مو غلط؟ حرك الاي بهالاتجاه وتكمل المثلث. من انت وصلت لهذه المرحله اكو قوانين يسموها قوانين الساين لو والكوساين لو، راح تقدر تحل بيها وتلقى المحصله. هذا الكلام اللي انا شرحته كله موجود وين؟ هنا هذا السلايد، يعني في هذا الصفحه اللي هو معادله 1.6 ومعادله، والمعادله اللي هي موجوده هنا ار يساوي اي زائد بي، اما تخليه بهالشكل وتعطي محصله او تخليه بشكل مثلث وتعطي محصله. اثنيناتهم يقولون شوف تراينجلر رول، هذا قانون التراينجلر رول، وهذا يسمونه بارالوجرام لو، قانون البارالوجرام متوازن المستطيلات. زين هنا اكو شغله مهمه جدا، اذا كانت الاي والبي اثنيناتهم بزاويه بيناتهم صفر، فاقدر مباشره اجمع الاي زائد بي، يعني من دون طبعا انت ما تحتاج، يعني هسه تتخيل انا اعطيك فيكتور، هسه شوف مثال اعطيك فيكتور هذا اي، هذا اي، واعطيك ثاني فيكتور ثاني على نفس خط تاثيره، تنتبه بي، من اقول لك على نفس خط التاثير شنو معناته؟ معناته ان الزاويه بين الاي والبي قد صفر، فراح اقدر اقول المحصله بالضبط ايش تساوي لنا؟ الاي زائد بي. اكو سؤال طلاب؟ اكو سؤال لحد؟ لا واضحه. اذا بما انه ماكو سؤال خلي اني احاول. لا واضح. ضحى حسن، ضحى. نعم استاذ. ضحى واضحه اللي جاي نشرحه ويانا يعني اوكي؟ اي استاذ وياكم. زين اذا عندي اي كفكتر اي يساوي فكتر بي، بس انتبه هنا انا شوفي راح اصبره. اذا كان هذا الفكتر اي بهالاتجاه اوكي، وعندي فكتر ثاني اسمه بي هذا اتجاهه، العفو هذا اتجاهه، ما بيجي هذا اللي بالماوس، زين هذا اي وهذا بي. اذا كان الاي اكبر من بي، تتوقعين وين راح يتحرك؟ نسميها نقطه نسميها سي. السي وين راح تتحرك؟ لليمين ولا لليسار؟ استاذ اعتقد فصلت لين بالجروب زي تقول فصلت. استاذ لليسار، اعتقد لليسار تتحرك للبي. لا تحل انت اوقف، بس هي تقول فصلت. طلاب رجاء انا من اوجه السؤال لاحد، خلينا نتعلم احنا السيستم اللي نمشي عليه، انه انا من اسال احد الطلاب الان، ان شاء الله طلاب كبار، المقاطعة إذا واحد بدون ما يسألك وتجاوب يعني شوية واقفة، فنتعلم إن شاء الله. لا عادي ماكو مشكلة، إحنا كنا نتعلم السياقات ماكو مشكلة، نعطي فرصة للشخص هو يجاوب، لأن إذا ما نعطي فرصة احتمال هو يعرف، بس إحنا كنا ما ناخذ حقك. فبما أنا طلعت راح نحاول. مريم
خليل مريم موجودة بالجروب؟ هي في فصل الثواني وهسه تجي. نعم استاذ. نعم استاذ. مريم شفتي؟ بس أرد أقول لك اي لا هسه انا أرد أقول لك انه نعم شنو؟ نعم. الكهرباء طافيه وتليفوني بواحد، شلون راح اسجل حضور وماكو اصلا؟ يعني انا قبضت 100 بس كهرباء اصلا ماكو. ضحى هسه تجاوبين على السؤال وخلي الحضور حضور بعدين. انت نهايه هذا اكتبي لي انه انا طفت الكهرباء، عندي فيكتور اي وعندي فيكتور بي واحد عكس الثاني، عندي نقطه سي، الاي اكبر من بي كفيكتور، وين راح يروح السي اتجاهه؟ لليمين ولا لليسار؟ شاشة شو تقولين؟ استخدمي المنطق الاعتيادي. يمين يمين اكيد 100% يمين، لانه الاي تحاول خيلي هستي شخص بالاي وشخص بالبي، القوة بالاي هو خلينا نفرض هذا الشخص اكبر من عنده من ناحية الفورس كقوة، فاكيد راح يخلي السي تتحرك لليمين. شكرا جزيلا. زين إذا كانت الأي والبي متساويات شو تتوقعون؟ أريد أشوف منتظر لطيف. نعم أستاذ. منتظر شو تقول إذا الأي يساوي بي؟ أستاذ تبقى بالنص. بالضبط يعني. بالضبط يعني معناته قد المحصلة؟ صفر. بالضبط. بالضبط. شكرا جزيلا منتظر. أوكي أنا صراحة ليش تعمدت إنه أسأل بالجروب؟ لان اكو ناس ما موجودين طبعا، اكو ناس بداوا يطلعون من الجروب ما اعرف شنو السالفه. استاذ عندك عبد الله. عبد الله استاذ بس صح عبد الله ما عليك. هذا من اللي يقول؟ من اللي يحكي وياي؟ امير؟ امير امير استاذ اسال لنا عبد الله. عبد الله ولد اسمه عبد الله. امير ما يصير هيك. امير انت ممثل شعبه ما يعني انت اي انت ممثل شعبه ما يصير. احنا مو جايين الشاطئ، احنا بس محاضره وتخيل انا موجود انا يعني لو حضوري وياك استاذ وياك استاذ وياك اي بس لا انت ما يصير من يمك تقول سال عبد الله. امير ماشي استاذ يعني هي مو النقاط على الشباب يعني تنصب مثلا احنا محاضره مرتضى يعني مرتضى مرتضى مرتجى 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 اسمح لي. شوف انا اعرف السبت بالنسبه لكم اعذركم مرحله اولى بعدك طلاب السيستم مال الاعداديه انسوه، احنا الان بكليه، الكليه لازم يكون اكو احترامات متبادله بين الطلاب وبين التدريسي. واضح يعني طالب يحترم التدريس ويحترم زملائه والعكس ايضا، ايضا التدريس يحترم كل الطلاب. فالقصد احنا نريد يعني شلون مرحله جديده نريد نرتقي بيها بالتعاملات. هذا تعرفون برا شنو معناته؟ هذا يسموه اوفنس يعني اعتداء. الاعتداء عليه محاسبه يحاسبون او يسموه بولينج بالانجليزي وبالعربي يسموه تنمر. ما يصير هيك. طلاب امير وكل الطلاب كلكم احنا نحبكم ونحترمكم، طلابنا كبار بالعمر وبعد كم يوم يصيرون زملائنا بعد ما تتخرج، كلها 3 سنين تتخرج يعني مو فد شيء بعيد، 3 سنين هم مفتح. الرجاء الاحترام المتبادل. امير انت ممثل شعبه، ارجو ان تكون انت يعني تمام مثال وياك. بلي اعطيني مجال انا اشرح حتى مو بس لك الكلام موجه، كلام موجه لجميع الطلاب. احنا في الطلاب كلية نلتقي، الشقة في وقت الشقة يصير شقة، وقت الجد جد. انا من اسال ما انتظر من طالب يقول لي اسال فلان، تعرف شلون؟ فارجو ان شاء الله ما تتكرر هاي الامور، انتم اكبر من هذا الشيء. اوكي فهنا هذا الكلام قلناه. اذا عندك هسه احنا بهاي الحاله عندي اي وبي، المحصله راح تكون بالنسبه لاي زائد بي واثنيناتهم على خط تاثير واحد. اوكي الفيكتور سبتراكشن اللي هو عمليه طرح مثل ما هسه انا شفت لكم بالمثال، نطرح فيكتور من فيكتور. اوكي مثال على هذا الفيكتور سبتراكشن، the resultant of difference between two vectors. يعني المحصله اذا كان عندي، شوفوا هسه خلينا نرجع الحالات، عندي فيكتورين بهالشكل هذا قدرت اجمعهم والقى المحصله اما بطريقه الترينجل او بطريقه ثانيه البارالوجرام. طلع عندك طريقتين يعني بالنسبه للجمع. اذا كانت الزاويه بين الاي والبي صفر يعني اثنيناتهم منطبقين او اثنيناتهم على خط تاثير واحد، المحصله تكون اي زائد بي. إذا كان عندي two vectors وأريد
أي subtraction مالتهم. أوكي؟ فمثلاً أريد أمثل المحصلة لفكتر أي ناقص بي، يعني أرسمها graphically، لأن بعض الأحيان أنا أطلب من عندك ترسم لي طلاب، بعض الأحيان بعض الأسئلة أطلب من عندك تلقى القيم كأرقام وبعدها أريد اتجاهات، اتجاه المحصلة. فلو نفرض أنت على سبيل المثال جاك سؤال هو أي زائد بي، ومنطيه كان قيم الأي ومنطيه قيمة البي، وأقول لك تلقى المحصلة، تلقاها analytically يعني تحليليا مثل كمعادلة، وتلقى ليها graphically رسما. شلون أجي أسوي هذا السؤال؟ أول شيء أرسم البوزيتيف أو القيمة الموجبة للأي، أو هو يعني المعطى بالسؤال للأي مو قيمته موجبة. مثلا نفرض على المثال، على سبيل المثال صار الأي بهالشكل، والبي الموجب هو أيضا given معطى لك، بس أنا ما أنا إيش طالب منك؟ أنا طالب عندك أي ناقص بي، ما طالب عندك أي زائد بي. فش تسوي أنت؟ ترسم الأي وترسم البي الموجبات، وبعديها شو تسوي؟ تأخذ البي فقط واحدة تطي اتجاه سالب، تطي ناقص ناقص واحد. وين راح يصير؟ شوف اتجاه البي بدل ما يكون، شوف خلي أرسم لك إياه هنا، هذا الأي الموجب. إذا كان البي الموجب بهالاتجاه، فالسالب وين راح يكون؟ 100% بهالاتجاه. عكسه، هذا الأي، هذا البي سالب، هذا البي موجب، وهذا سالب بي. واحد عكس، واحد عكس الثاني، أو بالضبط إذا عندك الموجب تأخذ الاتجاه المعاكس إليه اللي هو السالب. زين، بعد ما أنا أخذت بالاتجاه السالب أيضا أسعى إلى أنه أغلق البالروغرام، أغلق أكمل هذا وأكمل هذا، يتقاطعون بنصه، وبعدها أسوي المحصلة أيضا أنطي خطوط وهمية من نقطة المنتصف. أيضا تقدر تسحبه بطريقة البرنسيبل أوف ترانسموبيليتي. فمثلا أنا سحبت السلبي، وين سحبته؟ سحبته للاتجاه الآخر لهنا، تخيل البي ناقص بي حركته لهنا، شوفوا وين جه، فيصير الأي وكمل البي وبعدين أكمل المثلث وصار. طبعا هو نفس الكلام، أنت مبدأ تقسم هذا، إذا تقسم إلى جزئين يعطيك هذا المثلث، تقدر تقسم هذا المثلث اثنيناتهم صح، إما ترسم بهالطريقة أو هالطريقة اثنيناتهم صح. فهنا سوي ثاني، انطيتك أمثلة عن جمع الفكتر. أول شيء الأوبريشن شنو كانت؟ الضرب، تغيير الاتجاه، والقسمة، تقسيم. ممتاز. واللي بعده جمع الفكتر بطريقة، آخر شيء الطرح، طريقتين، طريقة البارالوغرام وطريقة التراينجلر، وبعدها آخر شيء اللي هو الطرح. وشوفت الكمية كلاب أنا بطلني سالبة ودا سالبة موجب. ممتاز، طريقة التراينجلر. لحد هاي النقطة احنا راح شو نسوي؟ راح هاي المحاضرة اليوم نتوقف. ان شاء الله المحاضرة الجاية راح ناخذ الكوساين لو شوي، الكوساين لو يراد لصفنا. بس لاحظ بس قبل ما يعني انهي المحاضرة، شوف هذا هو مثلث، هذا المثلث اذا صار مثلث اقدر استغل هذا القانون يسموه كوساين لو، وقانون ثاني يسموه ساين لو. هذا المثلث لمن يشبه؟ يشبه هذا المثلث، ويشبه هذا المثلث. يعني شنو دا انا شنو دا اقصد؟ دا اقصد احنا دا نهيئ شغلنا كرسم حتى وين نوصل؟ نوصل الحل باستخدام الساين والكوساين لو. هو نوصل ضايف له زوايا وعلى اساسه بادي حل. اكيد اكيد بالضبط، نحتاجه مو هاي بعد، يعني احنا شو نقول؟ بالتدريج. انا ما اقدر كون هنا كون شيء يعني العافيه درجات. بالضبط، تدريج العمليه تدريجيه، وبعدها نوصل للحل الامثل. هسه تقدر تقول اكيد السؤال يتبادر لذهن الطلاب، يقولون ايش وقت في المسائل؟ حل المسائل ان شاء الله يبدي المحاضره القادمه. محاضره الاساس صار عندك انت بايدك سلاح، تقدر او تول بايدك، تول ادوات، هاي الادوات تقدر تستخدمها في حل الاسئله اللي راح تجيك. تمام، اوكي، اللي هي الساين لو والكوساين لو. زين، هسه شنو اريد؟ اول نقطه اسويها انه اوقف التسجيل، ستوب ريكوردينج رقم 1.